وهنا يهلك بعض الناس عياذا بالله بقتل نفسه مترديا من هالك أو غيره بسبب أن العين علقت به، ولو أنه منذ أن علقت به العين رقى نفسه لخف ضغطها وآلامها. ولذلك كثير من الناس خرجت أسر من بيوتها وما عاد منها أحد، سيارة جديدة والأطفال ما أجمل منهم، هل بركوا؟ ما برك عليهم العائل. هل هم تحصنوا؟ ما تحصنوا، ومن هنا خرجوا للناس وقد انكشفت عنهم الحصانة. نعم انكشفت عنهم الحصانة فهلكوا عياذا بالله، هلكوا بسبب عين. والبعض منا معاشر الأحباب على النعم التي عنده قليل الذكر، إذا كثرت النعم عندك فيجب أن يزداد ذكرك. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الجنة جنتك والبستان بستانك والمزرعة مزرعتك، وأنت ينبغي أن تذكر الله حتى لا تضر نفسك. إذا أنت قد تضر نفسك مشخص وواقف قدام المرآة وقاعد تمسمس الله يجزاك خير وتطيب، وما أجمل طلتك وطلعتك، أو تلك المرأة وهي تضع المكاييج والأصباغ وجملت نفسها، قولي تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. يذكر الإنسان ربه على نفسه فكيف بالناس؟ إذن بعضنا نعم هو الذي عرض نعمته للزوال، أمراض الأطباء يقفون أمامها حائرين، سرطانات وأورام وبكاء وأحزان. حبيبنا لما دخل على أم سلمة فرأى جارية عندها بها السفعة، السفعة ذهاب وضاءة الوجه، واحد كان مورد الوجه في صحة وعافية إذا هو يحزن يسمر سمرة مع صفرة مع حمرة مع حزن، هذه السفعة، وكأنه يائس وكأنه بائس. قال الحبيب استرقوا لها من العين، علم الحبيب أنها بها العين. ولذلك بعض الأطفال يبكي ويبكي ويبكي الليل كله، الطبيب أعطى العلاج، أعطى مسكن، أعطى فيفادول، ما نفع. ضعي يدك على رأسه ورددي الفاتحة سبعا سبحا سبعا، ثم اقرأ المعوذتين فإنها عافية وهي شافية وهي كافية. لكن خل نوديه للطبيب، معقول للطبيب لأن ليس في البيت طبيب، نوديه للراقي. كيف ترديه في الراقي؟ أنت الراقي وأنت المضطر، أما يجيب المضطر وأنت المضطر إذا دعاه. وأجمل رقية تكون منك على نفسك وعلى أهلك. وقد انتشر هذه الأزمان أولئك الذين يعادون نعم الله، في أناس يتخصصون في معاداة نعم الله، فإذا رأوا إنساناً كملت نعمته، اشترى سيارة، بنى بيتاً، توظف في وظيفة جمل ظاهره، اشترى شيئاً من الجمال، ظهر في حلة جميلة، امرأة متجملة، طفل قد كبر وهو ما يدري عنه، هذا ولد فلان، قل طيب تبارك الله، ثم شهق شهقة فإذا ابن فلان يتردى من علي. فأقول لذاك الذي يعادي نعم الله اتق الله في المسلمين وبرك، فإن العين إذا كانت تخرج منك وأنت تعلم فأنت جان متهم بل ومجرم إذا لم تبرك، لأن عينك قد تستودع في بدن إنسان آخر محطاته، سرطان لا يعرف له علاج، ثم بعد ذلك القبر. وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل أمتي القبر العين. اللهم إنا نعوذ بك من عين العائنين ومن حاسد إذا حسد تحصنوا به سبحانه وتعالى، فإنه العاصم جل وعلا. أستودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.